you and I will. Amen. And may we accomplish, speakers, as you all know, that we have three steps toward independence: referendum, negotiation with the central government, like that, and international satisfaction. Now, my question is about negotiation with the central government, partner. Is the Iraqi government attacked the Kurds after referendum? Why? I think that the Kurds will win this referendum. I'm sure about this. But if the Iraqi government attacked the Kurds after referendum, are the Kurds ready to answer it? And how do you think about the international reactions in that time? Well, international relations, as reactions, I briefly mentioned Israel, so I already lay upon that issue. Then it is true, yeah, we have the surrounding countries that oppose, they already declared, and that oppose the referendum. We hope that the Kurdish people living in Turkey, living in Iran, and we dissuade to use the arms against this state building project. And then I hope too that Syria and Iraq are weak after the war they're facing, in order not to neither take the arms against the Kurdish state project and state building project. And I think a good way to achieve recognition for international community is to participate in international institutions. For example, we have technical institutions like the World Intellectual Property Organization, where maybe can see can have some Kurdish presence there. To as a minority, there is no presence there. And continue being, as I said in my presentation, continue being present in the forums, in all the international forums that is available for you, in order to gain international recognition. بالنسبة لي أو كريستيانا يوم برايزا كردي كلي كردشتا شانوكي لبداية تأسيس عراقينية بدو هزارو سيوة كردستان بجدار بو بهواي عراقي كينوي وديمقراطي وما في همون التوا وقلال لبارزا و پیش مرگای کردستانیش نواتی بون بو دامزراندنی جیش عراقی نوی و همو کارکان بجدار بون مجلس حکم انتقالی ها وید دستور نسراوا که هم دستورا وکو معاهده یک وسیقه یک بو بینی هرین و حکومت عراق بلان بداخوا او بنودی دستور که زیادر لپنزاو پینت ماده دستوری خرق کرد برانبر به هرمی کردستان و بداخوا اوانی که استا حکم عراق دکن سلا پرلمان، سلا حکومت، سلا محکمه اتحادیش که بریار افیدا حکومتی اغلبیه سیاسی قرار دادن که عراق به اساس دا مزرابو لسر اساسی توافقی سیاسی و دوای قانونی پیش مرگمان کرد، نیان کرد شکات من کرد لمحکمه اتحادی وکو هرمی کردستان کس جوابی امین دا ماده ست و چل بریار بو لکوتای سال 2007 تطبیق بکرتن که ام ماده خاصه با منطقه چشل سرکان جینا کوککان امش تطبیق نکرد
Emma disan pan market skat market la hukmati hukmati Iraq o mahkama ittihadi disan ma jawabek man wal nagal wa بالنسبه لبودجه قدي 162 بودجه يعني اوي بسرقني كردستان هاتب لوقت رجع مكاني يقلد وايك كحكم عراقي عن كردستان اوي ك رئيس مالكي كردي شلو لو تاوانا انا كم ترنيه ك كيمياء وانفالو إبادة كران چونك اما يعني اتو خودي خلق دبري شيري دبري لما ندالي كي بتشو انا باوا شي دايج ما ازمي خلق دكاي كردستان همو اولي شي دابو كبيكا وبجي بلا ما ديارا اواني كحكم عراق كان يانا واني مسيطر لسر عراق توافق نكرا صدايك توافق نكرا بوي اما بصراحة بغداما قلت اما نمان تاني شريك بين بابا بين زيراني كباش بيكا وبجي والفراندوم هدفي اوانية شر بدات يعني اجاوة ودالة منطقة وكو تفسير دكريت اللي هندك كنالي راقيا هندك وهندك لاين سياسي بعكس هو ريفراندوم امرازي كبو اشتي بالقرار بوني اشتي لنا بشركة وقالي كرد وقالي كردستان بإقادة كانش كردان سريان اشوري تركمان ارمان وهروها بأيني جوازة كانش بأيزيدي وصابي وجوكان بزرادشتي كاكي كاس كشي نية لقر عرب وكو عرب لا مشكلة كسياسية وعندك ولاتان تداخلي مباشر بعراق دكا إن أنا أمدى تاني مرين عراق نية ولاتي كيتا حكم عراق دكا بوكالة همو حكومة العراق بويتا وكو محافظي لجير كنترولي ولاتي كيكا وأماش بوية نقا يشتيني هيتش حلول وبرياري ريفراندوم برياري يك شخص نية ودو شخص نية وانا برياري دو حزب وسياسي حزب وشار حزب نية برياري قيادة سياسي كردستان بهمو في جهاته اين كان كردستان وبرياري قلي كردستان بويا كامشتا نكرا منا شار بوين ريفراندوم بكين وريفراندومش معنا يوانية قفتوه بردوام نبيتن بعكس هو اما لبداية هو بريار من داوة قفتوه بردوام بيتن لها مولاية لقر همولاية لقر بغداش لقد وين مهتم بقضيه يلا وهل هل يكك هل لا ينك بيه بي زيارتي اما بك اما بس تساوان تشوازي لي دك و وهل لا ينك ايش تطلب بك اما بتشين سرداني بكين اما امادينا ووفدي اما وفدي انزماني بالله الفراندومي سوى بغداد بوقفتو بوكرت وبيشان وفدي حكومي وفدي هرمي كردستاني سوى باسي اما مسألة كرايا ولا هم ولاتان أما سيدين مينيا كدستور خرق بكريت وأم وثيقين مينيا تك أما شو بجي أجر أم بريزان ولا باش هاتني داعش ومنطقة كا هربكو همو إعلامي الدنيا وهمو أم بريستان همو أقدر كروني بيجمع كشو بوت لدشي بهيستريم جهتي تيرورستي للدنيا كهمو خطرتي مترسيتي جورينا ولا سرتيها بيج ملقا هموش تكي كر وشان شهيد ماندا شان قرباني ماندا اما هيت مشكلة ما نبوا ملام كاكشتا ومرحلة اما ناساري ام مشتبك وريفراندومش تنها رأي قلق شو مشكلة يا ريفراندوم لزور ولا تانكرا يا هو حالة هي كمية نصالي نوتو يك حتى استا تن تن لا ينك تن ما تن ريفراندوم ينزام داو و هاش ريفراندوم يجي دفتبو هر بردوام دبيت هر واب بريال شوية لقر هم ولاية اما قطع الى قلق الكزنا كان
لگر عرب لگر گلانی منطقه گفتگو بردوام دبیت و هیوادارین امر فراندوم ببیت هو یک بو برقرار بونی آشتی لسنورکا زور زور سپاستان بکنید. Thank you.